اهلا بحضراتكم من جديد، ومنرحب اكيد بنجمتنا نجمات الكاراتيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي حصدنا فضيه الكاتا الجماعي في السيدات بطوله افريقيا منذ ايام، واللي كانت في المغرب في مدينه كازابلانكا. بنرحب بآية هشام نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا اهلا بحضرتك، منورانا ومبروك. ميرسي لحضرتك، احنا سعداء ان احنا مع حضرتك. أيوة والله بالظبط، ده حاجه جميله، وانا ببقى سعيد دايما لما اكون ضيوفي، وسعيد جدا بالبطولات اللي بتحققها. اكيد برحب بنوها عمرو، نجمه طبعا منتخب مصر والنادي الاهلي في الكاتا، واكيد حققت الفضيه مع ايه هشام فضيه افريقيا في الكاتا سيدات. اهلا بك يا نهى. اهلا بحضرتك، ده لقائنا الثاني قريب، يعني كله ورا بعض ما شاء الله، بطولات كتيره يا رب على طول. ويمكن كنا بنتكلم انه صعب، يعني يمكن الثالثه معاكم اسماء مجدي، كنا بنتكلم قبل الهوا ان انتوا الثلاثه بتمثلوا مصر من 21 صح؟ احنا صعب، يعني عشان تفضلوا متربعين على عرش الموضوع ده في مصر، الموضوع صعب. كلميني، ده بيتحقق ازاي؟ عملتوه ازاي؟ يعني ازاي محافظين على التشكيل ده الفتره دي كلها؟ لا، هو اكيد صعب بسبب ان احنا محتاجين استمراريه. طبعا النجاح الاول بيبقى صعب، بس الاصعب ان احنا نحافظ عليه. صحيح. واحنا تيم، احنا مش بنلعب فردي، فلازم دايما نكون موجودين مع بعض، لازم دايما حتى يعني نفسياتنا مع بعض تفضل متواجده، ما تكونش صحيح في سؤال حتى على بعض. لازم يفضل الاحساس ده موجود، لان ما ينفعش يتفقد في يوم، يعني ما ينفعش. طب الثلاثي ده الاتحاد اللي اختاره، ولا هي جت الصدفه كده ان انتوا تبقوا مع بعض انتوا الثلاثي؟ لان انتوا لعبتوا بطولات كتير انتوا الثلاثه. لا، هو الاتحاد اللي اختاره 2021، والحمد لله لما احنا جبنا بطوله العالم استمر، لان حضرتك عارف ان كانت اول ميداليه لمصر. صحيح. فاستمرت، بس دي الحاجه اللي كانت مقوياه وبوينت لينا يعني. بس فعشان كده احنا مستمرين فيها، بس طبعا اصعب ان احنا نحافظ على ده. طب على المستوى المحلي، ازاي تاهلتوا لافريقيا؟ ازاي قدرتوا تتوصلوا ان انتوا تمثلوا مصر في بطوله افريقيا؟ ازاي تاهلتوا؟ يعني ازاي؟ هل زي يعني اللاعبات او اللعيبه اللي كانوا معايا دلوقتي برضو بطوله جمهوريه، وبعد كده بطوله قطاعات، وبعد كده جمهوريه، وبعد كده تصفيات، ولا كانت تاهلكم ازاي؟ احنا لعبنا جمهوريه الاول، فكلنا تمام. الجمهوريه دي كانت مؤهله ان خلاص احنا هنبقى في المنتخب. خدتوا ايه في الجمهوريه؟ كان ترتيب فردي. لا، ما كانش جماعي. فردي. احنا بنترتب بنلعب فردي. خلينا نتكلم عنك، خدتي كام؟ انا خدت تالت الحمد لله. وايه كنت خدتي كام يا ايه؟ انا اول الحمد لله. ما شاء الله، برضو يعني قريبين من بعض. التاني ما تقوليش اسماء. التاني اسماء يعني اول تاني تالت انتوا الثلاثه. طيب يعني حلو، الجمهوريه خدتوا بتلعبوا فردي. تمام، بعد الجمهوريه؟ بعد الجمهوريه خلاص احنا كده بقينا في المنتخب، بس ده ما كانش سني انا، يعني الجمهوريه دي مش سني. انت لعبه في الاكبر؟ انا سني اصلا تحت 21. ما زال لسه؟ لسه. انت لعبت سيدات؟ ان شاء الله عندنا بطوله عالم السنه دي كبار، بس انا سني بتاع الفردي السنه الجايه. ممتاز جدا، يعني انت دلوقتي لعبت سيدات وخدتي ثالث، وده مش سنك. وفي سني الحمد لله جبت اول. ما شاء الله. طيب انتوا الثلاثه خدتوا اول وثاني وثالث. دخلنا بعد كده على التصفيات اللي هي بتبقى قبل ما تسافر، كان كام لعيبه فيهم؟ التصفيات قبل ما نسافر، لا احنا في الجامعين مش بنصفي قبل ما نسافر. بتعملوا ايه ده بقى؟ كان بيحصل في 2021. تمام. كان بيكون في تصفيه قبل ما نسافر في الجماعي، لازم نتقيم والحكام تيجي، لان كان في كذا تيم. عملتوا كده ازاي؟ هو ده التيم الثابت في الكبار. اختاروكم انتوا الثلاثه بس في احتكاك، لان في صغيرين طالعين كانوا معاكم في المعسكر، بس معروف من اول معسكر مين اللي هيسافر، اللي انتوا الثلاثه. عشان هم سنهم شباب اصلا، اللي معانا سنهم شباب، فعشان كده. بس هم سنك يعني اصغر مني بسنه كده. سنك يعني سنك. شباب. بس انت لسه شباب يعني هنبقى مع بعض في السنه بتاعت الفردي، اللي هي السنه اللي بعد الجايه ان شاء الله. طيب فاكره مشوارنا في افريقيا كان عامل ازاي؟ ازاي لعبنا، ولعبنا مين الاول لغايه ما وصلنا للفاينل؟ فاكره؟ كنا الاول مع تونس اعتقد، و دول بقى افريقيه بصراحه انا مش فاكراها انا ببقى فرقه القويه بس. وبعدين احنا واحنا داخلين مش بنشوف احنا هنلعب مين. هو في فرقه موجوده العب، احنا كده كده هنلعب. طب فاينل بقى كان مع مين؟ كان مع المغرب. المغرب. هو المغرب، هي عشان كانت بتقول عندهم هي المغرب كانت الفاينل كله. كله فاينل كله. يمكن كان في يعني ماشي هنعديها ماشي. طيب ايه، يمكن برضو نفس الكلام، الحفاظ على القمه صعب، وما شاء الله الله اكبر عليكم، انتوا ماشيين انتوا الثلاثه باداء ثابت على الفردي. يعني يمكن عرفت معلومه كويسه منها ان انتوا على مستوى الجمهوريه بتنافسوا فردي مش جماعي، بعد كده بتتجمعوا في المنتخب. مظبوط. شايفه الحفاظ ده ازاي؟ شايفه محتاج بذل مجهود ازاي؟ عملت ايه طول الموسم عشان تفضلي على القمه؟
لا طبعا هو الموضوع بيحتاج يعني زي ما نهى قالت، هو الوصول للقمة سهل، لكن الحفاظ عليها صحيح هو الأصعب. 100%. لأن دايما اللي بيكون في القمة ده بيكون العيون عليه، الناس عايزة تطلع عايزة، فهو ان هو يحافظ على مكانه ده بيكون صعب. فطبعا يعني بيحتاج مجهود مضاعف غير العادي. طبعا احنا قبل الجمهورية بنتمرن، كل واحد بيتمرن مع مدربه طبعا. وانا حابة اوجه شكر بصراحة لمدربي كابتن محمد عبد القادر، لان هو انا كان عندي ظروف اصابة ووقفت ألف فترة. سلامة، كان عندك إيه؟ والله انا جالي يعني اصابة كده، جالي قطع في الامامية ومزق في الضمة، والعضلتين كانوا جنب بعض. إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه اللي حصل؟ إيه اللي يعني مش عايز أفكرك بأيام وحشة، بس هي معروف إن الكاتا مش لعبة اشتباك. هي مش لعبة اشتباك، بس هي المزقة او القطع ده بيجي من حركة فجأة فجأة، وأنت كل او هو حركة نصيب فجأة، يعني. هو نصيب. انا يعني كنت بتتمرني ولا كان في ماتش؟ لا كنت في التمرين عادي وحصل بقى ده مش مزق، ده قطع. يعني بس حاجة بسيطة عادي، الحمد ده لله. العادي عندنا في الرياضة ما يعني. انا عارف، بس برضه هي كانت خضه شويه ولا كانت اكيد هي بس بيحصل، بس ان التمرين بيتأثر طبعا فترة، فعشان طبعا. الواحد يرجع تاني وبنبقى احنا محكومين بمواعيد، عندنا بطولات، عندنا جدول طول السنة ماشيين عليه. فبيبقى بقى هي الفكرة في التوقيتات. كان توقيت الاصابه دي امتى فاكراها؟ هي الإصابة طولت شوية، لا هي اختي توقيتها بالظبط معايا كان شهر 2، فأنا يعني السنه دي، السنة دي يعني انت بس كان هي عندك تحديين، تحدي الاصابه اللي انت تخفي منه، وتحدي ان انت ترجعي لمستواكي قبل بطوله افريقيا. بالظبط. هو انا قعدت يعني قعدت فتره بكابر بصراحه على الاصابه، لا انا هتمرن، كان عندنا كمان كذا بطوله في النص، فكانش في وقت ان احنا نوقف، فكانش ينفع بس ده في قطع. بس يعني الواحد لما بيبقى عنده تارجت يعني تحمل. خلاص. بلس ان هو الواحد برضو بيبقى يعني عنده مسؤوليه الفريق، يعني هو برضو يعني الحمد لله بلعب فردي وبلعب جماعي، بس الجماعي مسؤوليه، الواحد شايل تعبه، تعب المدرب، تعب اللعيبه اللي معاه. طب انت اتصبت في شهر 2، رجعت سليمة امتى؟ رجعت سليمة تقريبا يعني نص 5، ولما رجعت حصل برضو زي تدد للإصابة تاني نتشة شوية. بيحصل دايما. لأن طبعا كان عندنا وقتها التصفيات وكده، فرجعت بحمل عالي قوي. تصفيات المنتخب ولا تصفيات التصفيات أفريقيا. افريقيا؟ ف كانت فين؟ لا التصفيات بتتلعب عادي في مصر في عادي، مصر. سواء في الاستاد او في المركز الأولمبي على حسب المكان ما يتحدد. بس فهي الفكرة بقى في التوقيت، فالواحد بيبقى محتاج مجهود مضاعف، سواء بقى في التمرين ذهنيا نفسيا كله علشان يرجع لمستواه، طب ولازم انت يكون لعبت متطور البطولة كمان. افريقيا وانت سليمة ولا في شكة ولا في حاجة؟ الحقيقة هو الواحد مش بيركز يعني، هو خلاص يبقى في شك. يعني هو لا يعني هو الحمد لله الواحد يبقى في كويس، شك. لسه كويس بس الحمد لله، خلاص يعني. بتعايش، بالظبط متعايشة مع اي اصابة او اي مدة. على بالظبط، في فكرة هدف أكبر. ما فيش رياضي بينزل الملعب 100% سليم، بالظبط هو هي دي بس الفكرة. ازاي هندل نفسه مع الاصابة. بالظبط. يعني انا قعدت فترة سنتين عندي مشكلة في كتفي مثلا، فكان في زاوية معينة برفع فيها كتفي بيوجعني، فبقيت اتجنب الاصابة دي الزاوية دي وانا في الملعب. ايوه يعني لو عايز ارفع كتفي مثلا كده اروح كده سنة وارفعه، ايوه فهي تتعايش مع الإصابة. ايوه اصل هو زي ما حضرتك قلت فعلا مفيش مرة هننزل بدون إصابة، احنا لعبة عنيفة عنيف. تعتبر، فطبيعي ان احنا طول الوقت يعني زي ما حضرتك شفت عمر لابس في ايده حاجة، طول الوقت الدكتور يعني طول الوقت الدكتور مشغول من كتر اللعيبة صح. كلها، ما فيش حد فعلا، بس كله خلاص بس بيتعايش انت يعني غير في تارجت. اسماء وغير نهى، ان انت كان عندك تحدي اصابه، يعني ربنا يحفظهم يا رب. نهى واسماء ما كانش عندهم التحدي اللي عندك. نهى شكلك كنت مصابه انت كمان صح؟ لا ولا ايه، ولا ايه الوضع؟ لا هو احنا نص اصابه يعني نص اصابه. بعض الاوجاع اوجاع بسيطة طبيعية يعني، احنا يعني مفيش حد بيبقى سليم، ما مفيش تبقاش بتقعد صح؟ صح؟ بنلعبها واحنا سلام يعني، ده عادي ده بس طب الطبيعي. ايه اللي كنت بتعاني منه؟ لا هي حاجة من 20 ل 21 اصلا حاجة قديمة ظهري. 3 سنين متعايشة متعايشة مع الإصابة، بس عادي بقى متعايشة مع. جلسات مع التمرين بتقل أنا بقول الحمد لك لله. مش هتلاقي لعيب إلا لما هتلاقي عنده ديفو معين، في مشكلة. هي مش حاجة توقف، هي الموضوع عندها كان أصعب شوية، لأن هو يعني إصابتها كانت أجمد شوية ولسه، ومحتاجة جلسات ومحتاجة الأول تتعالج كويس، مع بقى إن هي مش قادرة تاخد راحة بسبب إن في بطولات جاية، نعم وزي ما قالت هي صحيح كانت شايلة المسؤولية في حاجة زي دي. صح. بس عشان بتبقى كده يعني حاجه كويسه منكم ان انتوا عارفين ان في اصابه. يعني خلي بالك البنات دايما بينزعجوا من اي الم، من اي وجع. خلينا نتكلم بامانه، يعني السيدات دايما يعني يبقى في انزعاج شديد، ده كوعي لا انا لازم اوقف. بس انتوا ما شاء الله بتتكلموا على الاصابه كده جزء من الرياضه. اصل هو احنا طول الوقت عندنا يعني الالتهابات دي
دي على طول دي حتى نخلص تمرين نحط تلج على طول على اي حته في البونكاي. احنا كمان احنا كتير بقى. مش كوميتي ما فيش احتكاك بس احنا عندنا بونكاي. فالبونكاي ده شرح الكاتا بنشرحه على بعض بنشيل بعض ونوقع بعض ونضرب بعض ونصد وكده فهو بيبقى قتال برضو قتال وكده تدريبي يعني احنا في بطولة افريقيا في الملعب واحنا بنسخن للفاينل جت ضربه في دراع نهى من هنا دراعها وقف وايدي علمت على ايديها فلا احنا ده طول موجود طول الوقت يعني. طب انت بتقولي معلومه حلوه جدا انا فاكر ان انتوا بتدوا الوقت استعراضي. لا ده واضح ان في بنشرح بقى الاستعراض ده بونكاي 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 اللي كلها لهجات يابانيه صح؟ لا دي كده وبتمسكوا على بعض الضرب والحركات ده عشان وانت بتعمل الحركه تبقى متخيل الموشن ده ليه بالظبط. احنا بنلعب الكاتا وبعدين بنشرحها بقى يعني في البونكاي بس ده بيكون في الفاينل بس. الفاينل بيبقى الكاتا اللي احنا بنلعبها بنشرحها على بعض. لو حد هاجم بالطريقه دي بشرح الكاتا نفس الحركات. طبعا بيبقى متواصل يعني هي بيبقى لينا تايم معين 5 دقائق ما ينفعش نخرج عنه. بتمثليها على حد بره الفرقه عشان ما نعورش بعض. لا يعني ممكن يبقى المنتخب هتبقى يعني حركات محفوظه يعني حركات. ممكن المنتخب يبقى 5 لعيبه وفي 2 بيجوا للبونكاي ده بس. لا 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 هي احنا هي البونكاي يعني التيم عامه دلوقتي بقى 4 لعيبه بس احنا حاليا 3 ومعانا التيم الصغير زي ما نهى قالت معانا التيم الشابات احنا كلنا مع بعض يعني. ما انت برضه لما يجي بونكاي يعني ما تنشفش قوي يعني روح مع الحركه برضه عشان ما تتعورش. ما لازم نعمل كده فلتين بس يعني برضه مش. طب خليني اروح لحته مهمه. النادي الاهلي خد قراره ان يعمل عقود للاعيب الكاراتيه وانت كنت واحده منهم يا ايه يمكن نهى عشان لسه صغيره ان شاء الله لما تطلع الفريق الاول ان شاء الله بالمستوى ده اكيد هتعمل لها عقد بدون ما افكر يعني. شعورك كان ايه والخطوه دي جت ازاي وقالوا لك عليها ازاي ايه اللي حصل؟ لا حقيقة انا عايزه اشكر يعني الجهاز الفني والاداري للكاراتيه واشكر دكتور مراد عاصم دكتور محمد حسن دكتور مهند طبعا ودكتور خالد مدير النشاط الرياضي. طبعا هي خطوه يعني انا مهما اقول لحضرتك هي فرقت معانا كلنا ازاي نفسيا قبل اي حاجه الدعم فكره ان احنا معروفين وفي اهتمام بينا لا ده حقيقي بجد هي خطوه احنا كنا بنتمناها من زمان بس حقيقي هي كمان جت في توقيت صعب لينا كلنا وفرق معانا نفسيا كلنا وبصراحه جت احسن بكتير من ما كنا نتخيل وكنا نتوقع يعني لا هي فرقت معانا كلنا نفسيا في هالفرق ماضي عقود كده برضو زيكم في مصر ولا ما سمعتيش حاجه زي كده؟ لا يعني هو لما نادي بيشتري لاعب من نادي تاني بيكون في عقود ولكن طبعا مش بنفس انتوا من غير ما حد يشتريكم وانتوا ولاد النادي الاهلي دي احنا دي اول مره تحصل للكاراتيه فبجد دي خطوه كانت كبيره جدا وانا متاكده ان هي كان يعني كل حد كان ليه ايد في الموضوع وسعي فيه فحقيقه انا حابه اشكرهم كلهم لان الموضوع فعلا فرق معانا كلنا نفسيا. تستحقوا بجد يعني قصه الكاراتيه في النادي الاهلي تستحقوا والنادي الاهلي عمره ما بينسى اولاده ويكفي ان احنا عندنا بطله اولمبيه دكتوره جيانا طبعا وكانت يعني مش هي ما رفعتش اسم مصر بس هي رفعت كمان وراء اسم النادي الاهلي فانتوا اكيد تشرفونا واكيد حاجه كويسه وقبليهم طبعا دكتور مهند مجدي نجمنا الكبير وعضو مجلس اداره. لا الكاراتيه ليها معزه وليها يعني خاطر كبير جدا عند كابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء المجلس بالكامل وكابتن خالد العوضي تستحق كل خير ان شاء الله. نهى طب اجي لك ايه اللي قادم؟ ايه اللي عندنا جاي بقى؟ عندنا سيريس اف اوبروس ان شاء الله شهر 9 دي احتكاك في اكتوبر صح؟ قالوا لي في اكتوبر في اكتوبر في اكتوبر او اخر 9 اخر 9 ان شاء الله ممكن تروح ماشي تمام هنشارك ان شاء الله ان شاء الله فردي وجماعي احنا الثلاثة جماعي واسماء ونهى عندهم فردي ان شاء الله تمام حلو ممتاز وبعدها بقى ان شاء الله تبقى بطولة العالم باذن الله. طيب ليه هي مش تلعبي فردي؟ هي السيريس ايه ليها رانك معين فهي من اول ال 32 يعني فيما فوق يعني 31 يعني اول 32 هم اللي بيلعبوها؟ لا اللي بعد ال 32 هم اللي بيلعبوها. انت فوق انت مع ال 32 اللي فوق؟ انا الحمد لله رقم 7 في الرانك العالم. الحمد لله مش هينفع تلعبي سبحان الله المفروض العكس يعني انا توقعت العكس ان انتوا لا ليها
ليها حاجه تانية بتبقى بريمير ليج. بريمير ليج بقى انت تخش بقى فيها الاولويه خلاص. بتبقى الاول 32. فهمت. يعني هو مديلك سيريس ايه دول للي بره اول 32. انك تخش عشان توصل بقى للبريمير ليج. فبيديك فرصه ان انت تخش. انما نوع عشان من اول 8 فبتهيألي تبقى اول 8 مش كده، ولا بتبقى كام بريمير ليج على طول؟ لا، البريمير ليج هي مفتوحه لل100 ولكن هو محدود بعدد 32 لاعب. بس انت ضامنه مكانك فيه ان شاء الله بالثمانينات السبعه على الاقل. هو بيفتحها كده فيز 1 فيز 2 فيز 3. ففيز 1 بتبقى الاول 32، هي بتبقى مشكلتها في عددها ان هي محكوم بعدد 32 وبيفتحها يعني فيزز. عدد فيزز. فاول 32 لو العدد اكتمل من اول فيز خلاص مش بيبقى في امكانيه لحد تاني يسجل. بس انت هتلعبي جماعي عادي فيها؟ هنشارك فيها جماعي ان شاء الله. وهم عندهم فرد باسمها. اسماء يلعبوا فرد. طب اسماء ترتيبها كام؟ لا انا مش. طب انتي برضو مش عارف. بس انا بعد ال 32 عشان كده هشارك في السيريس ايه. طب انتي يعني ان شاء الله منتظر محتاجه مثلا من وجهه نظرك كام بطوله سيريس ايه عشان تخش البريمير؟ لا هي هو انا ممكن اخش بريمير ليج عادي من اول. لا دلوقتي تمام. حتى هي كده كده مفتوحه لل100. تمام. فانا انا في ال100 فممكن عادي اشارك. بس انت بتحسين الرانك بتاعك. بحسن الرانك بتاعي وبخش في حته ان ابقى من اولويه ان انا ابقى في فيز 1 فاخش على طول. ده كده ممتاز جدا. طيب بعد الاوبروس هي بقى بطوله العالم، انا هلعب فيها جماعي ان شاء الله. هتبقى فين؟ في المجر. في شهر كام فاكره؟ 10 برضو. اخر 10 يعني ورا بعض على طول، لان هم قالوا لي برضو. ورا بعض. قال لي نفس الكلام ورا بعض. وهدي ورا دي على طول بطوله العالم. هتشاركوا فيها انتوا الثلاثه ان شاء الله. ان شاء الله. بس محتاجه منكم شغل كويس يعني. انتوا خدتوا بطوله العالم اللي فاتت. نسبب لازم نعلي ان شاء الله. نعلي المره دي اكتر. بطوله العالم هنعمل ايه طيب؟ لا التارجت ان احنا نوصل فاينل المره دي ان شاء الله. احنا موافقه جبنا ثالث الحمد لله، فان شاء الله التارجت نوصل فاينل. بس ما شاء الله كانت البطوله في تركيا انا فاكر صح؟ اللي انتوا خدتوها؟ لا انتوا خدتوا فيها تاني. جبنا اول في سيريس اي تركيا فعلا. ايوه دي جبنا فيها. كنتوا انتوا معايا. ايوه جبنا تالت عالم كان دبي. في دبي 2021. ايوه انا فاكر صح. أيوة. دبي. لا وكنت دبي معايا برضه. ايوه جينا حضرتك في دبي. التميمه الصغيره دي انا فاكر. أيوة. انا عايزها بقى التميمه عشان ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب. واتمنى لكم كل التوفيق طبعا. نوع عمرو نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر الكاراتيه. بشكرك نورتيني وشرفتيني. انا بشكر حضرتك والله على كل مره حضرتك بتدعمنا فيها، وبجد بنشكر حضرتك جدا على كل حاجه. حقكم وانتوا الابطال، واحنا هنا برنامج الابطال برنامجكم. فطول ما انتوا ابطال ان شاء الله احنا وراكم وبظهركم في اي وقت. شكرا لحضرتك والله. يا هشام طبعا نجمه الكاراتيه في النادي الاهلي، بشكرك نورتيني وشرفتيني. دايما بكون سعيد وانت موجوده والله. شكرا لحضرتك. نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده عن الكاراتيه. اكيد شفتوا حجم الجهد المبذول سواء من النادي الاهلي والتقدير كمان من النادي الاهلي، وشفتوا قد ايه يعني الجهد المبذول من اللاعبين. وبطوله العالم في المغرب اكيد ما كانتش سهله بالمره. في بطوله ان شاء الله سيريس اف اوبروس في شهر 9 وهنتابع ابطالنا. عندنا كمان بطوله العالم في شهر 10 كمان هنتابع ابطالنا فيها. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.